أيمن محيوص الجمهور يتساءل هل سيلعبها بطريقته الخاصة طريقة جورجينيو أم أنه يختار طريقة أخرى؟ أيمن محيوص غير عن أنه يلعب أيمن محيوص. ما أروعه من هدف، ما أجملها من طريقة، أصر على طريقته وسجل أيمن محيوص على جورجينيو. هدف ثالث رفع التحدي وقال بأني سأواصل بنفس الطريقة. فيكس الحارس في مكانه وما أراد أن يفعله في النهائي. ضايع الإعادة، قفز في مكانه، خلاه واقف في مكانه، سجل عليه. لما تصلح هكذا تصلح ولما لا تصلح ما تصلح. المهم 3-0.